هلا والله بالمزة، هلا بالحلوة. نعم ايش تبغوا؟ انا كل ما ابغى انت بس. والله اذا ما مشيتوا من هنا لاجيب لكم الشرطة. لا تتفاهم بعد. طيب بعد يا اخوي، بعد هنا. تعالي يا قمر، تعالي يا رب العيون الرزيق. لا قليلين حياة، ما تمشوا من هنا لاجيب لكم الشرطة. يا قليلين اللي تبغوا، قليلين حنون حتى. تعالي والله لا اوريكم. صراحة ماني عارفة ايش اقول لك، من جد مرة شكرا. يعني لو ما انت كنت هنا ما كنت عرفت ايش سويت انا وهو. لو سمحت بكلمك انا، بقول لك شكرا. في شيء؟ طيب كم رقم جوالك؟ 0564843567. دقيقة. كفو. ياهو، اتحداك يا كفتة. هيلو العب. حلو، ما معك ديمن؟ ورني. ها بعد ديمن لعبك كتل هاص الغبي ذا. ابوي ما تبي تلعب انت. سجل عليه، سجل عليه، سبك ذا. سبك. خلي ذا يفوزون عليه، يطقطقون علينا. توم يعرفون اللعب. ايش الرقم الغريب؟ تكسير رؤوسنا. العب. رجل حطك بدل. هلا. اسف على الازعاج. يا هلا والله ومسهلة. تو ينور الجوال. بس حبيت اشكرك على اللي سويته معايا اليوم. مش دعوة يا الغلا، ما سوينا الا الواجب. ابد حنا تحت امرك. فاضي ولا مشغول دحين؟ فاضي. تقدر تجي البيت؟ ايه اجي. اجي لو تبين كعابي، بس ارسلي لي الموقع الواتساب. هلا والله. هلا بريحة هلي، هلا بكل إلي. ألو، هلا حياتي. أنا الحين قدام باب بيتكم، وش الوضع؟ يا طيب. هذا بيت يوسف محمد عبد الله خالد. أقول أنت عامر؟ إيه أنا عامر. تفضل، عمتي مشاعر تنظرك. هذا نظامكم. امشي. وين ها؟ تفضل يا عمر. شكرا يا احمد، خلاص امشي. اتحداس والله قطعه. هيا نخش جوا. ايش تقصد؟ ايش اقصد؟ اقصد يعني ندخل جوا كذا نسولف مع بعض سريع سريع يعني. ها يلا مشينا عالدزه. بابا؟ اما بابا الزبله. عامر يا ابني فين رايح؟ عامر تعال هنا يا ابوي. تعال تعال. يا مرحبا يا مرحبا. عادي كذا نظام. كيف حالك؟ هلا هلا والله سهلة. هلا بعمي. صراحة المشاعر حكت لي عنك عن موقفك الرجولي معاها اليوم، وأنا صراحة حاب أشكرك ضيفك. تفضل. كفو. تفضل. تعالي مشاعر. تفضل. بضيفنا. تفضل يا هلا يا هلا. هلا والله بمشاعر. هلا والله هلا. تعال. يا حبيبي يا عامر، بنتي هذه مشاعر هي اللي طلعت فيها من الدنيا. ما شاء الله تبارك الله. تكفيك هي الحالة تكفيك. الله يرحم أمها متوفية. الله يرحمها. توفت؟ أحسن الله عزاكم. هي من زمان يعني، بس جزاك الله ألف خير. أنا حبيتك يا عامر من كلام مشاعل عنك، وحبيتك كمان أكتر لما جلست معاك وتعرفت عليك. الله يسلمك يا عم، توك ما شفت شيء أنا عجب. أنا جبتك هنا يا ابني يا عامر عشان أعرض عليك تتزوج بنتي مشاعل، وهذا بناء على طلبها، والسكن برضو في هالقصر بعد الزواج، لأنه أنا أصلا مسافر طول وقتي ما أجلس في هالبلد، كمان تكاليف الزواج كلها علي. انت لا تشيل هم، انت فكر ادي لك انا اسبوعين، فكر خلاله ورد لي خبر. يا ابوي لا تديني لا اسبوع ولا اسبوعين، موافق من دحين. انا والله قهوه كابتشينو تركش كافي شاي حليب اللي تبي. خلي عنك الخلطي، وشوله جايبني هنا؟ وش تبي؟ ابى اعرس. ها؟ ابى اعرس. ما شاء الله تبارك الله، حلوة جميلة. هذا اليوم اللي أنا أتمناه،
من هي بنت اللي بتاخذها؟ مشاعل حسين كرافتة. ايش تقول انت؟ كرافتة. عجيب والله، يعني خلصوا بناتنا، خلصوا بنات جماعتنا، خلصوا بنات ديرتنا، تاخذ واحدة لا هي من ثوبنا ولا حنا منها ولا هي منا، وش هالحكي هذا الفاضي هذا؟ بعدين تعال قل لي شن عرفتها؟ اخت خويي. يا سلام، والله الزواج هذا لا يمكن يتم وراسي يشم الهواء. تكفى يبا تكفى، بستر على نفسي. تحداس يا الخقة، تصدقين عاد من يوم ما تملكت عليه وأنا أفكر في الزواج ومستعجل عليه بعد لدي الدرجة يعني؟ وأكتر كمان، تدرين خابر لس استراحة بالفحص البطلة، ها تصرح للزواجات استراحة؟ أنا زواجي تبغى في استراحة؟ أصلا أنا حددت موعد الزواج واستأجرت أفخم قاعة. تحداس يا القاع البطلة، عادي إذا تبون ناس يحيون الحفل أبد جاهزين، شيلات، عزازي، أبد، خالد عبد الرحمن، كلهم نعرفهم. ومين هذا عزازي؟ أما ما تعرفين عزازي؟ والله ما أعرفه. من جدس؟ حمزح يعني معاك؟ طيب خلاص بكيفس. أيوه بكيفي أكيد، بعدين أنا جايبة زايد الصالح وبلقيس. من ذولي؟ ما تعرفهم أنت، وبابا تكفل في تكاليف الفرح كلها. هلا والله بابا وماما، أتحداس يا شيخة. بس أقول لك شيء، ما تعزم إلا أهلك لأنه أنا معازيمي كثير. بلاش اهلي بعد، اجل حالي انا. يكون احسن. العب العب. العب ربيش نكسر روسهم، ما عليك. اخلص العب يا سلافه. اسكت يا فكره. عندي يا ربيش، ما عليك. هلا بريحة هالي، هلا بكل الي. يا عيال ما في لعب، ما في لعب، خلاص. ايه ايش في اهدادة؟ انا ملكت. اما ملكت. لا يا شيخ. يا عيال الصوف ذا عرفه يا رجال. ياهو. يا عيال المواضيع هذه ما فيها لعب. بدل ما تقولوا لي مبروك. هذا هرجكم يا ورعنا. مبروك 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 يا عيال. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. متى زواج عشان اجيب معايا الجنبيه؟ تونا ما حددنا، اذا رحنا للخطاط وطبعنا الكروت بلغتكم يا عيال. النشبه دايبي، النشبه دايبي، النشبه دايبي. هلا والله. اي اي حركات قديمه، لا تكز الرقم. تفهم ولا ما تفهم؟ احس عم انك بتتخرفن، اهم شيء تتخرفن. ها لا يا ورع، انا اخرفن ما تخرفن. كفو. على دقت الشاوه من بين ذيك شفتين يا لبها الطله. اتحداسي المزه. تسلم. الله يسلمك. وش بس كذا زعلانه؟ لا يكون بس احد قال لك كلام عني، ترى اللي يخربون واجد. يرضيك يعني انه صحباتي يضحكوا علي؟ وليش يضحكون عليك؟ من يوم عرفوا اني ملكت قالوا لي ايش اسمه، قلت عامر، صاروا يضحكوا ويتريقوا علي. اما عاد وش في اسم عامر؟ صديقات ذولي نفسيات، ما بقى الا اسمي هاني. الله، هاني اسم مره حلو وكيوت، ايش رايك تغيره؟ اما عاد اسمي اسمي هاني تبطين عظم، وش يقولون عني اصدقائي؟ من جد انا دحين بديت افكر في موضوع زواجي منك. لا 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 خلاص خلاص، ابى اغيره، بس هاني لا، اي اسم ثاني اوكي. انا ما ابغى الا هاني، ولا شوف ترى. لا 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 خلاص خلاص، بكره بحضر بالاحوال، ابى اسقط عامر واغير الهاني. ايوه كذا شاطر. هاني هاني. هلا والله بالقصر البطل، اتحداك. ها اركد بديتك انت اياه. صباح الخير. هلا بريحة هلي، هلا بكل لي،
وطول العمر طول الدهر جدة كده أهلي وبحر. إيش هو اللي جدة كده أهلي وبحر؟ جدة إتي وبحر. جدة إتي وبحر، جدة إتي وبحر، جدة إتي وبحر، جدة شوشو بحر. وش وضع الفطور؟ حكلمهم يجهزوا الفطور. أنت إيش حابب؟ أنا نفسي كبدة بالجبن السايل مع الشطة على كيف كيفس. لا 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 لا، إيش كبدة بالجبن؟ أنا حكلم الطباخ يسوي لي أومليت وبانكيك. خلاص أنا زيس، أومليت كفر كيك. أيوة كذا، أنا أباك تاكل اللي أنا آكله. أبشر بعز ساكل أي شيء. إيش رأيك تتعلم الطبخ؟ عشان من يوم ورايح ما أكل إلا من يد زوجي. أنا؟ أيوة أنت. أجل أنا؟ جدة إتي وبحر، جدة إتي وبحر. أبشر بعزس. يا عيال يا عيال، ما دريتوا؟ عامر تزوج. تزوج؟ وما عزمنا؟ يا أبوي شكل الزواج عائلي. أنا توقعت مثلك إنه عالي، بس طلع زواجه بأطلق قاعة، بعد جايب عند الحريم بلقيس وجايب عند الرجال زايد الصالح. يا النفل. الهلي ينسرق. إيش اللي هلي؟ سيارتي انزرفت. ما انسرقت، رسلت السواق يجيب أغراض فيها. لا يا شيخة، لأنها من جد مرة تفشل. حاطيك سيارة من سياراتنا. إيش راح تديني؟ إيش رأيك في روز رايز؟ روز رايز؟ إيوة. على بريحة تالي، على بكل إلي. والله وراح زمانك يا الهلي. فيك بكلمك أنا؟ أنا طالعة غير ملابسي، صاحبتي جيتني بعد شوية. قوم أعطيك مفتاح السيارة. الله يحييها تنور. هات حداس الكاش. قوم قوم بس يلا. أقول لك وأنا داخل الفيلا في واحد طالع مرة شكله قروي. قروي إيش لابس يعني؟ لابس ثوب بني وطاقية، شكله مرة يضحك. آه أيوة، هذا مزارع جابه بابا عشان الحديقة اللي ورا الفيلا. تفضلي تفضلي. والله وحشتيني زمان عنك. وأنت كمان يا أبي. صباح الخير. صباح النور. ما شفتي ثوب البني؟ رميته في الزبالة. أما عاد رميتيه؟ طب ليش؟ لأنه صراحة شكلك فيه مرة يفشل. صاحبتي شافتك وفشلتني قدامها. والله وراح زمانك يا ثوب البني. طيب وش ناوية تلبسيني؟ أبغى ألبسك على مزاجي. أبشري بعزس، ألبس أي شيء تبينه. أيوة كذا، اسمع الكلام. ها؟ روح البيت انا ادق عليك. متى؟ اوبا ايه هذه عرفت السياره؟ ما اعرفه. برقليني دي عليك. همبرجر؟ لا برقليني دي. اي والله هي. مين ده؟ هاي شباب، انتوا لين دحين في الاستراحة هادي؟ مين ده؟ ما اعرفه. انا هاني، وشوشو تدلعني هنو عامر سابقا. انت عامر؟ وش الدليل؟ والله انه عامر، والله عرفته، والله اقسم بالله اني عرفته. هذا يا فقير الساك بوكس، عامر مستحيل يكون بالشكل هذا. هيا امشي من هنا. الشرع مو عليكم، الشرع علي انا اللي جيت عندكم يا طفارة. كش عليكم. كل شي عليك انت. هلا هنو. ايوه شوشو.
بقول لك خبر مرة حلو، أنا حامل. وي فينك دحين؟ راجع على البيت. امشي قدامي. طيب طيب بشويش بشويش. تفضلي تفضلي، نورت الحته. اهلا بالطش والرش والبيض المفقش. فقش ومخك ان شاء الله. يا اختي اقول لك ليه ما نفستي عندنا في البيت؟ كان جبت لك لحمه وبيض وسكر وزيت زيتون. لا لا لا، يوم واحد في المستشفى، خليهم يجوا كلهم واخلص، ما ابغى اشوف احدا. واهلي ايش بهم؟ اهلك ليه ما جا؟ وانا عارف. ايش هو اللي انت عارف؟ ماني عارف انك انت هنا في المستشفى بس يوم واحد. طيب يلا كويس انهم ما جوا. يعني ما يجوا؟ والله ما جوا خلاص. طب راحت عليهم، ايش اسوي انا؟ ما هو أحسن كمان، لأن أبوي حسودي أعرفه، ممكن يعطي الواد عين. أعوذ بالله. الحمد لله أنه ما جاء. الحمد لله. شبهي صح؟ شبهي؟ مز. لا لا، شبه أبوك هذاك الدبة. نعم؟ أقصد يعني بنسميه على أبوك. إيه ما أنا كده قلت، أصلا أنا أكيد حسميه على اسم بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا ولد، روح نادي عامر. أبويا، إيش المفاجأة الحلوة دي؟ روح الله يصلحك نادي لي عامر. روح. إيش بك يا أبويا كده؟ صرت قاسي. أقول لك روح الله يصلحك نادي لي عامر. روح. أنا عامر سابقاً، ودحينة صرت هاني، وشوشو تدلعني هنو. حقيقة أنك هو أصبحت سلب. أنت عامر؟ ما يصير، وش هاللبسه اللي تلابسه؟ وبعدين وينك ما شفناك قبل الزواج؟ وين رحت؟ اوف، لا تقول لي عامر، انا دحين اسمي هاني، وبعدين ايش بك كده تزعق علي؟ ايش بك؟ يا سلام، اول تسوي بنفسك كذا وما تهمني حد؟ عجيب والله، وش هالكلام الفاضي هذا؟ وش اقول للناس انا؟ اقول هذا ولدي عامر؟ الا شافوك من اخيك وربعك وجماعك وشافك امك، وش يقولون؟ يقولون هذا هو عامر؟ لا 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 لا، اسمع، اما صرت عامر لان ربيته وعلمته، فلاني ابوك ولد ولدي، فاهم؟ أنا مو قلت لك اللبس ده لعد تلبسه مرة تانية؟ من اليوم ورايح لا تناديني بهاني. عاجبس عاجبس مو بعاجبس، أبروح البيت أهلي وارسل ورقة الطلاق. أنت من جدك تتكلم؟ لا من مكة. إيه من جدي. يا بنت يا بنت،
سمسم يا شيخ عامر. وين الحليب؟ هذا هو توني حالبته. كفو. اركب بديتك.